انا بلا مشان اخذت مشانك لا هي لا والله لا والله لا قسم والله ما اقدر اكلها. شوفها هنا هنا حبه تكفيني بس بعدين حتى لقطته هي عن عن الحلو بعد ترى هذه فيها جبن فيها جبن هذه فيها جبن الله العافيه بيض الله وجهكم يا رجال ما شاء الله شيء يا ابو الحين طلي حنا الحين طلي ايش قصدها؟ نعم يقول طلي بيض انت جحصان ذا املح وينهم؟ دم احنا ما جلسنا نكمل عظيم يا اخي مسك حلو والله انا صراحه هذا وقت اسم الحين طلع ايش جلسنا بيت اختصر الموضوع الثاني لا يا لا الحين شنو؟ لا جلسنا نكمل ابداعنا ما ادري ايش هذا البيت يا رجعنا شفت والابداع وسط المبدعين وليا طلعنا هذه الدنيا وهذا صف بيت وهذا حق بيت حلو حط بيت حط بيت هذا بيتين ما شاء الله بيتين شو اسمه؟ بيت صقر ابو صقر حلو سرقة ابن كيري بيتين عبد الصقر بيتين رجاله غاز اعلان حلو من هنا طلع كبيره دفع على طول داخل داخل حلالي في غرفه حلالك ايش فيه يا ابني؟ انا ولد ابو سم تعالوا شباب ايش بلاهم يا انس قول لهم تعالوا اعطونا الجبنه اعطونا التون هاي الرب وين؟ انس انس قويطي اعطي التوست انس قويطي قويطي قوطي هذا قديم ولا قديم؟ لا 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 طيب يا انت شلون تطبخون بيض بدون جبن؟ يا اخوي الجبنه جبنه مو بالجبن مو بالجبن ملح اقسم ملح ما اداني ملح البيت اصلا بدون بصل صح يمكن نسى يمكن نسى ما حطنا ما طبخ بيت يا اخوي العنوان صار يذبذب بعد اخوي يا رجل ها؟ خلونا نتعشى تعشى نعمل على بندر احنا ما راح احنا والله شلون؟ اي والله علينا عادي عادي بسطاء عادي تعشى المطبخ صغروا ولقم صغروا ولقم لك ما تكبرونها الدنيا شو ما هو بياكل اكل واجد بيخلي اخويا يقول انا شلون اكل الله يكون شركم مدسين شبعوا بالبيت يا ربي رحمة هلا هلا اللي سال اكيد لحد يكسر لقمة البيت انطر عليكم تو نام بقى هذا الظل هي وجهي وانا اللي والله تقول انا قلت والله انت ارجع انا اللي متعشي والله اني متعشي احسن والله اني متعشي والله هلا حياك حياك ابو سعود تعال شو رجع كيري يا ابو انا ما عندي كيري ميري ما عندي كيري ميري ها تعطيها على هيل بطاطس خذوا العيال بطاطس ارجع تاكل ابني كير يا ابو تعال روح لك تعال تعال شوف هذاك قدر ما تاكل يعني ما نبي قلت تعال ايش هي قبل حكيني خلاص انداش ليه هو يعني قاعد شوف الصاج ماشي منديل انا ودي اقول يا منديل علاوي يا شباب بندر انا بغادي مقدم رايم حد يساعدني انا بساعدك رايم ها مقدم والله ما حد يبكي والله ما حد يبكي راح يرجع على كل وهام يبكيك طلعت برايم تعلمك بالجنة قلحي ها قلحي ولد انا ابغى اعلمهم وش الطواله قالنا يا الحين فيها وقدس ستوب 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 قبل ما تنهي بدري اوه ذاك اليوم كان بحبك يقول ما دام ان الله جمعنا انت ما انت والله ما طلعنا تجي عشان لا انت موجود انا تعشيت سبقتك والله ها تعشيت والله
ماشي ما يكفي الباب يبرك عطني طبق طبق كامل الباب يبرك كل طبق منو ياخذ في بيوت سبع ايام وانتم طبق طبق في صاج واحد بيعت اليوم كله تعال شلون تعال خلاص والله تعال 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 اجلس هنيا خلي شوي تعال اجلس هنيا اراكان هنيا اراكان تعلم وش يقول الطالب هذا وقت الامس عشان يكبر حلو حلو الصراحه يا مناح تعلم وش الطالب شو يقول محمد صراحه انك كبرت الرجال يقول دام الله جمعنا وجدك من المتدعين يا عم ادعو العيال انا وكلتك مو عليا يلا دخلت ابراهيم اليوم ردوني بدعة عليان هو صلح علينا احنا مناحي لا تحرسين على مناحي بالحي خليه شال زين شال زين شفت وجهك كيف هو وجهك يا اخي خليك كل يمكن ابراي اي والله طيب من طوبك وما ينبطل لعبه لا تدعي للحصان انك تثبت علي اذبح وجهك شغل كل في وجهك يلا استنى ابيض عن قصر على الاخر تو زودته وش بي خلاص خلاص من هنا 10 دقائق ما جبت طيب ما غلط انا اعلمك نعم شفت يا جمهور نواف العلماء يقول انا سردي يا جمهور رجع لنا يلا حملة اسبام وانفلوا يمشي كده كده يمشي كده كده يمشي كده كده يمشي كده كده سلطان دام انك غسلت خل عينك على القهوة انا ما غسل وجهي قهوتك تخليها اوه كيف تخلي قهوتك انت حطيت سكر ابو احمد حطيت سكر ايش قلت بهمه ها وش عيني تصدقني اول مره اشوف الكاميرا اللي فوق ها الطبخ ها ايش مكنه تصور منه ومنه هذه اول مره اشوف هذه الطبخ يجينا كيف ها الطبخ كيف منك كيف تسوي كيف تسوي كذا أنا ما بعد شفت ما تفكر فيها سلطان تدري متى شفتها يوم طلعت برا شفت لي لقطة ما أدري شلون ما أدري هي لقطة على المطبخ ما أدري شلون شفتها ياكلون هنا تشوفها كذا أو والله ما أدري شفت كاميرا شفتهم فوق درت إن في كاميرا هنا ودي يوم جا اليوم ما تفكروا ها برا حصلت لي لقطة من أغرف من قدر مصورين فوق الصلعة واضحة التي ذاك اليوم اعتصمت ولا في شيء أنت صلعت صلعتك مقبولة الناس الناس حابتك حتى بالصلاة يعني انا شعره كان شعر احمد عيسى يعني يعني انا حلو يا ابو ودي ويحس اي حلو يا لبيك والله تمدحني انا مدحك مو حيله الموضوع يرفعك فوق والله تمدحني انا مو حيله هذه
هو ما مدحها هو لا تمدحها هو ما مدحها هو شوف احتاج واحد يمدح زي العرماني شفت الحين انت انت وجهك ازين من وجه الشمراني الشمراني جمهور اكثر ايه صوتها واحد معطي بوكس كذا اعطيه كذا بوكس بس اسمع هذه خساره فيه تدري ايش لكني وجهك بس زيت الاسود تدري شو ذكرني وجهك بس كان عرجون تخلي صغير من تحت وجهي تعرف السحارة اللي انت مجيري السحارة اسعفة والله ما ادري جت الفار الصغير اللي سلطان هذا اللي يضربني بشيء شرط سلطان سلطان اقهوى سلطان ابس نوف عرماني ما معه فايدة هذا توم وجيري شفته هل يجي بس يلعب ويهج خدع شفته ايه تمك سلطان بقول زيوت السيارة منه لا زيوت السيارات منه يعطون يسكبون الزيت لا ما اعرف انا ما ترجع من وجهك ما اعرف نمشي الزيت المحتري سلطان اتكلم معك ساعة لي ساعة سلطان لبيك لبيك قبل تعال بسمع معك موضوع يلا اسمع اسمع لا موضوع مهم سلطان انا قبل شوي تسمعني الحين لو تاكل انت نعمة تسمعني تاكل يا طول عمر السلامة ويعني نعمة الله يديمها يديم النعمة هذا اول شيء النعمة طاحت على الارض هل انت الارض هذه نظيفه هل انت تمسك النعمه تنفخها وتسمي وتاكلها ولا تخليها خلاص ابشر اسمع الموضوع انا واقف على النبي صلى الله عليه وسلم دبت ماء اشرب ماء اذا سقطت لقمه احدكم ها اذا سقطت لقمه احدكم ايه فلا يدعها للشيطان فليميت بها فليميت ما بها من اذى ولا ياكلها ولا يدعها للشيطان او كما قال صلى الله عليه وسلم المهم ان معنى الحديث انك اذا طاحت منك شيء من اللقمه تاخذها تميط على اللي فيها وتاكلها يعني لانك خليتها ياخذها الشيطان قال اذا سقطت لقمه احدكم فليميط ما بها من اذى ولياكلها ولا يدعها للشيطان او كما قال صلى الله عليه وسلم هذا اللي ابعد ابعد فليميط ما بها من اذى ولياكلها ولا يدعها للشيطان او كما قال صلى الله عليه وسلم ايوه المهم انك اذا طاح منك شيء وانت تقدر ترده على قد المستطاع النبي الله سبحانه وتعالى يقول اتقوا الله ما استطعت احيانا تكون حاجات واجده ما تقدر تاكلها الله يجزاك خير كل هذا الشاي انت مريض والله فيك صفقه قويه ولا عليا شو؟ راح عندك ناس تفكير ما ادري وين يفكر ولا يدري كلمه وش